السلام عليكم. على الخبز ديالي اللي راني رايحه نديرو معاكم اليوم هو خبز السميد اللي يجي اكثر من رائع، ما يطلبش اي جهد منكم، وانما فيه فقط ديزاستوس واسرار. صدقوني راكم رايحين تتفاجئوا من النتيجه ديالو الاكثر من رائعه. خبز كريشه مع انه ماشي مدلوك. الا نجوزو باش نوجدوه كيف كيف. الوصفه نسحق قرطل تاع دقيق يكون رقيق، نسحق رشه تاع الملح، مغرفه تاع القهوه، واكيد رشه تاع السكر، ونجمعها بالماء. بسم الله. نجمعها لدرجه انها تولي طريه بزاف. العجينة تاعي كما راكم تشوفوا طريه بزاف بزاف، وهذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. ما بقى عليا غير نغطيها بفيلم غذائي، وانايا راني دوكا درتها في الليل، نخليها في الثلاجه حتى صباح ان شاء الله، ونكملوا المرحله الثانيه تاع هاد الخبز. عاود وليت، صباح الخير عليكم. كيما تفهمنا البارح في الليل هاد العجينه تاعنا تاع الدقيق اللي كان فيها رطل سميد رقيق مع مغرفه تاع القهوه تاع الملح وواحد اخرى تاع السكر، شمخناهم شويه بزياده وغطيناهم في المغذائي، ودوك العجينه تاعي راهي متلوقه تمشي وحدها. الوغ انا جبتها من الثلاجه هذا وين، ونزيد نخليها تستعفى باش تنحلها البروده وتعاود تولي حراره الغرفه. ودوكا لهنا عندي وعاء فيه فنجان تاع الماء يكون دافي، نضيف عليه مغرفه تاع الخميره هكذايا، وشويه تاع السكر ثاني هكذا، باش نغديوها ونحركوه ونخليوها حتى وين دير المفعول تاعها وتموسي، ونعاودو نولو. فوالا الخميره تاعي عطات المفعول ديالها، راهي هايله. ودوكا عندي لهنا العجين ديالي اللي قلت لكم القوام تاعو راهو هايل، راهو القوام تاعو باش نصور لكم يعني الفكره كيفاش. كيما المسمن كي ندلكوه مليح وندخلو له كامل الكميه تاع الماء اللي يسحقها، راهي اكزاكتومون هكذاك. ودوكا ندخلها هاد الخميره بالتدريج هكذا، طريقه يعني سهله بزاف بلا ما نستعملوا العجان هكذا. نخلوها تشربوا تشرب كامل. فوالا شربت كامل المغرفه اللي درناها فنجان تاع الماء، شربتها كامل. ودوكا انا باش نضمن الخبز ديالي تكون عنده نتيجه رائعه، اون سي جامي ما يكونش من النوعيه المليحه تاع السميد، نزيد له قطرات من الخل، تقريبا واحد المغرفه هكذا صغيره تاع الخل، ونزيد ندخلها له بنفس الطريقه. ما راهوش رايح يبان كامل الذوق تاعو، وانما راهو رايح يمد نتيجة هايلة هكذا. شرب لي فريمون تمتم. فوالا هكذا هكذا. ودوكا نزيد له باش ندي الذوق الرائع مغرفة تاع الزبدة. لاباط تاعي كل ما راني نشرب فيها كل ما راهي تولي كيس فنج. ودوكا اكيد مازال لي نزيد له الحاجه الاخيره واللي هي مغرفه معمره هكذا تاع الزيت. هكذا وندخل له اكيد هاد المغرفه تاع الزيت اللي راهي رايحه تخليه ما يتلاصقش بزاف. ان شاء
يشربها لازم كاملة، ومن بعد نغطيه أكيد ونحطه في مكان دافئ ونخليه يطلق روحه ويخمر ويضاعف حجمه، ونولو إن شاء الله باش نقرصوه كيف كيف. الخميرة ديالي ضاعفت حجمها عدة مرات، الله يبارك هاي ليك. فوالا راهي اكزاكتومون القوام تاعها كيما الخفاف. شوفوا تنحالي الفيلم الغذائي بكل سهولة، وعلاش؟ على خاطرش كيما شتو استعملنا الزيت. دوكا ما بقى عليا غير نكسر لها هاد التخمار ديالها هكذايا. فوالا هكذا نحطو كامل، نخرج لها كامل الغاز اللي هو فيها هكذا هكذا. وانا اليوم حبيت نديرها في سينية تكون كبيرة هكذا. انا نحب دايما الخبز تاعي ما يكونش طالع بزاف. الوغ بسم الله ندهن السينية تاعي بالقليل من الزيت هكذا. فوالا ونشوف الى ندير الكمية كاملة ولا نقص. بسم الله هكذا نظن بلي يجي سوا سوا هكذا. من جهة أخرى نشوف الزرارة. فوالا قرصتها ومازال زيد هي وحدها تسقم روحها. ندير لها زرارة على الذوق ديالكم، وبعدها نضرب حبة بيض ندير لها شوية تاع القهوة وقريصة تاع الملح، وندهن فوق زرارة باش ما يتحرقوليش، ونخليها تخمر في الصينية، ومن بعد نسخن الفرن ديالي لأعلى درجة ونطيبها في الرف التحتاني. الخبز أبدا ما لازمش يبقى في الفرن باش ما يخرج لكمش ماشي مفخفخ. السر ديالو هو الفرن الساخن ودرجة الحرارة العالية. تستعو كامل صدقوني نتيجة رهيبة، خفيف كي ريشة، ومع ان لافات كي الخفاف كولونت مي ما لصقت ليش في السنيوة وما درتش لو بابي كويسون. الوغ هذا الخبز السميد الصحي اللي راه رايح يخلينا نخدموه بلا ما نبذلو مجهود، نحضروه برك في اتساع ونبتعدو على السوم الابيض اللي هو الفارينة اللي ولينا مدمنين عليها. جربوه وبعينكم راكم رايحين تشوفوا النتيجه المذهله ديالو. الوغ ما تنساوش بارطاجيو هذه الوصفه المميزه لكامل احبابكم وناسكم، وتحضروها لهم باش تفرحوهم وتفرحوا مالين الدار. بقاو على خير.